هذا وأكد خالد الحسين رئيس شركة السوق المالية السعودية أن هناك مبادرات عدة وإجراءات يجب اتخاذها قبل إطلاق العمل بالمشتقات، ويأتي في مقدمتها صانع السوق والذي يعمل في سوق أدوات الدين حاليا. أكيد في مبادرات قبل إطلاق المشتقات. صانع السوق اليوم موجود في السوق، يعمل في سوق الدين، أدوات الدين، وتم تطبيقه قبل تقريبا شهر ونص. اليوم أعلننا في السابق عن أخذ رأي العموم على الإطار التنظيمي لصانع السوق في سوق الأسهم. نعمل مع الشركات المالية لجذب صانعي سوق للعمل في سوق الأسهم سواء الرئيسي أو نمو. فاليوم بدأنا بالمرحلة الأولى لصانع السوق في سوق السندات والصكوك أو أدوات الدين، وإن شاء الله سيتم العمل عليه خلال الأشهر القادمة في السوق الرئيسي. تشغيليا الإجراءات الداخلية في تداول جاهزة للتطبيق في أي وقت. نعمل أيضا على تعديل الأنظمة أو تغيير الأنظمة للتسجيل والمقاصة في السوق المالية، أحد المشاريع المهمة في السوق المالية. كذلك نعمل على تفعيل دور شركة المقاصة، وهي من أهم الأعمدة الأساسية لإدارة المخاطر في أي سوق مالية. واليوم بتطبيقها وتشغيل شركة المقاصة سنكون أول سوق في المنطقة يطبق أو يفعل دور شركة مقاصة مستقلة عن السوق في المنطقة.